تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية دولية متكونة من 5 أشخاص تنشط في إقليم الاختصاص مع حجز 700 غرام من مادة المخدرات الصلبة كوكايين، مع توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم وحجز مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية والأجنبية، أجهزة حساسة، نظارات ميدان، جهاز تحديد المواقع GPS، أسلحة بيضاء، 3 سيارات سياحية. فصيلة الأبحاث الدرك الوطني بالمسيلة تحقق في القضية والجهات المشتبه فيهم جناية تكوين جمعية أشرار من أجل إعداد لجناية، جناية الحصول والشراء ووضع للبيع وحيازة والنقل لمخدرات الصلبة كوكايين بطريقة غير مشروعة، جناية تهريب على أعلى درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية باستعمال وسيلة النقل. سيتم تقديم مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. نذكر السادة المواطنين بضرورة الاتصال والتبليغ عن طريق الخط الأخضر المجاني 1055 أو على البوابة الإلكترونية www.ppgn.mdm.